باجي الاماكن الهاديه دي عشان استمتع بالطبيعه اللي حواليا، واستمتع بالهدوء، واستمتع بالتامل. ودايما بشكر ربنا في السراء والضراء. عندي حاجه وحشه تلاقيني سعيد جدا، عندي حاجه كويسه تلاقيني سعيد جدا، عندي اي شيء في حياتي سواء كده او كده تلاقيني راضي رضا ما بعده رضا. لو انت عاوز تتفرج على الفيديو ده صدقني والله الفيديو ده هيفيدك جدا جدا، لان في فرق كبير قوي بين السياحه والعمل، ولما اقامتك المؤقته تنتهي او اقامتك الدائمه تنتهي ازاي تدخل البلد اللي انت كنت مقيم فيها بكل سهوله. ده هقوله في الفيديو ان شاء الله. صباحكم جميل. صباح الفل، اخباركم ايه؟ السياحه والعمل في فرق بينهم؟ في فرق بينهم يا عم. ازاي ده؟ انا لو دخلت البلد دي مش هطلع منها. لا حبيبي انت فاهم غلط. طب ايه الصح يا خلود؟ انا فاهمك الصح على الهادي وبالراحه، بس قبل ما افهمك لو بتشوفني لاول مره ما تنساش بقى اللايك والدعم والاشتراك. وبصوا انا شايل شيله عامله ازاي، ويا ابو العيال هات لك شيال. يمكن دي ثالث مره انزل، والله النهارده صارف بتاعي ب 80 يورو. بكلمكم بجد، الحمد لله كل يوم بهذا الحال في المصاريف في المانيا البلد اللي احنا عايشين فيها. طيب ايه الفرق بين السياحه والعمل او عقد العمل او ان انت تخش بلد عشان تشتغل؟ في ناس كتير قوي بتخلط بين مسمى السياحه ومسمى العمل. يعني مثلا لو جالك واحد قريبك، وانا ما بتكلمش هنا على دوله بعينها، لا انا بتكلم على معظم الدول العربيه، لما بيجي لك صديق او اخ او ابن عم وات ايفر بيجي لك زياره البلد وجاي بقى عشان يشم هوا ويشوف الناس ويعيش حياته، فانت هتقول له ايه؟ ما تشوف لنا حاجه معاك في البلد اللي انت عايش فيها، المانيا بقى اي البلد. فهو ممكن يعرض عليك يقول لك طب اعمل لك دعوه زياره وتيجي تزورني سياحه يعني. فانت تحط في دماغك بقى احلام ورديه ان انت هتروح لصاحبك دون او قريبك دون، فهيعمل لك عقد عمل وهيشغلك وهتبدا بقى تشوف حياتك وتستقر ويبقى عندك اقامه، وبعد كده تتدرج للجنسيه او جواز السفر وحياتك تبقى غير دلوقتي. طبعا الكلام ده غلط وانت بتحلم بجد، لان في فرق بين ان انت تروح مكان سياحه، وفي فرق ان انت تروح مكان عقد عمل او تروح مكان عشان انت عامل عقد عمل مع اي شركه مع اي مصنع مع اي حاجه. في فرق كبير جدا، ولازم احنا نفرق الكلام دوت. انت لو جاي سياحه اي بلد استحاله هتغير كلمه السياحه دي لعمل او شغل او استقرار او اقامه او مستحيل، فاهم؟ فانت لازم تفكر صح. طب افكر صح ايه؟ ما اروحش سياحه؟ لا بالعكس، لو جاتلك فرصه ان انت تروح بلد سياحه روح، بس اعمل حسابك ان انت ترجع قبل ميعاد فيزتك ما تنتهي، لان انت لو انتهت الفيزا بتاعتك وانت داخل البلد وانت خارج في المطار هيغرموك غرامه. الغرامه دي مش هتبقى كبيره يعني، مش هتبقى ملايين، انت واخد بالك، تبقى حاجه بسيطه. بس لما تيجي بقى وانت عندك فرصه اكبر من السياحه عشان تخش البلد دي، وخصوصا الاتحاد الاوروبي كله واحد، يعني لو كسرت فيزا في المانيا بيبقوا عارفين، مثلا في البرتغال في اي مكان في اوروبا بيبقوا عارفين، فبيرفضوا الفيزا بتاعتك. فانت كده ضيعت على نفسك فرصه كويسه ان انت ممكن تيجي البلد دي تاني وتستقر وتشتغل. طيب لو جيت يا خالد سياحه وعملت لجوء، عادي يا حبيب القلب، تنور وتشرف وامر متاح ليك ومحدش يلومك فيه ولا حد يقول لك انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه. بس في حاجه قبل ما تعمل اللجوء، البلد بتاعتك بلد فيها حروب؟ لا، بتضيع وقتك. البلد بتاعتك مالكش مشاكل فيها سياسية او انسانية مثلا؟ لا ماليش، يبقى بتضيع وقتك. حضرتك عندك مشاكل؟ بقى شوف بقى المشاكل بتاعتك. لا ما عنديش. حبيبي انسى، يبقى اللجوء بتاعك بزراميط فنكوش، بتضيع وقتك وفلوسك، صح؟ طيب انا عندي بلدي فيها حرب، مش انت اللي تقول، هم اللي بيقولوا. يعني مثلا العراق غير مستقر في الوقت الحالي، في بعض النزاعات الله اعلم يعني بالناس، ولكن على ما اسمع في اليمن في بعض النزاعات وفي بعض المشاكل، تمام؟ في سوريا معروفه، في فلسطين في مشاكل كتيره جدا، بس مين اللي بيقبلوا لجوءه؟ هم اللي بيقرروا. انت تستحق اللجوء عشان بلدك فيها حرب وانت عايش في البلد دي ومفيش امان ليك على حياتك؟ بيعملوا لك لجوء. في امان عندك؟ انسى ان هم يعملوا لك لجوء، هيدوا لك رفض
يبقى لازم تفرق بين السياحه وان انت تعمل لجوء وان انت تيجي بعقد عمل. طب اجيب منين يا عم خالد عقود العمل في اوروبا؟ والله يا حبيبي في ناس كتير قوي بتعمل الكلام ده، والله انا بسمع زيك. هل هم نصابين هل هم مش نصابين؟ اقسم بالله ما اعرف ولا اعرف حد منهم شخصيا. فانت ابحث ودور، لو ليك حد قريبك حاول ان هو يشوف لك اي حاجه وربنا يوفقك. طيب ينفع اجي سياحه وادور على عقد عمل واشبك نفسي فيه من غير لغه؟ لا، من غير ما يكون التخصص بتاعك يعني تخصص عارف مش موجود هنا، لان كل التخصصات وكل العلوم موجوده داخل اوروبا، فهم انت لو ما كنتش نبغه عندهم عمرهم ما يقبلوا بيك. يعني مثلا بشوف بعض الرياضيين، الناس اللي بتلعب كمال اجسام بيلعبوا مثلا لعبه معينه، احيانا بيجوا سياحه هنا وبيظبطوا نادي او بتاع وربنا بيكرمهم. في ناس بتيجي لجوء زي الاخوه السوريين، اكتر ناس بتتقبل لجوءهم هنا في المانيا هم السوريين. العراقيين للاسف دلوقتي ما بيتقبلش لجوءهم، الفلسطينيين شرحوا، المصريين شرحوا، المغاربه شرحوا، التوانسه شرحوا. بص جنسيات كتيره قوي هتلاقي مفيش البلد ما فيهاش حروب والبلد امان وانت عندك مجالات كتيره قوي ان انت تشتغل في البلد، فما بيعملكش اللجوء ده. فانت هتضيع وقتك، دور وابحث، ولما تفكر ما تفكرش في بلد كبيره قوي وعليها العين وشروطها صعبه. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، انا عاوز اسافر امريكا. يا ابني ما هو امريكا صعبه جدا، بيطلبوا طلبات كتيره وبتخش في اللي هي بتاع اللوتري بتاعهم دوت، وبتقدم فيه وانت وحظك، قصه بنت لذينه قدم فيه. طيب اجي كده سياحه؟ لا ما تجيش كده سياحه، السياحه مش للغلابه يا جماعه ما تزعلوش مني، السياحه مش للناس الفقيره اللي زحلتنا، لا السياحه للناس المقرشه، الناس اللي معاها فلوس. لكن الناس اللي ما معهاش فلوس وعلى الله صدقني والله حياتهم تعب. طيب اعمل ايه يا خلود؟ دور على بلد مش ظاهره في الصوره. كنت بقول لكم الاول اوكرانيا، ادي اوكرانيا يعني بسم الله ما شاء الله يعني الله يعينها. شوف اي بلد تاني، شوف امريكا الجنوبيه، البلاد بتاعت امريكا الجنوبيه في ناس كتير قوي بتشكر فيها. شوف البرازيل، شوف المكسيك، شوف الارجنتين، شوف الارجواي، شوف شيلي، شوف بلاد كتيرة قوي حبيبي في امريكا الجنوبية. اقعد اعدلك للصبح، في ناس بتروح فيتنام، في ناس بتروح اندونيسيا، في ناس واخد بالك، هتدور دماغك. بس اهم حاجة يكون معاك فلوس عشان تروح ربنا يكرمك تفتح لك مشروع او تعتمد على نفسك ما تعتمدش على غيرك. انت اهم حاجة ريح نفسيتك وركز في اللي انت فيه، مالكش دعوة بغيرك انت واخد بالك، لان غيرك ده ممكن يكون تخطاك كتير قوي فهتتعب روحك بالكذب. المهم ما علينا. فانت يا حبيبي لو جاي بمنظور او مفهوم السياحه يبقى انت بتضيع وقتك. في حاجه بقى اخيره ومهمه جدا انا عاوز اقول لك عليها، وناس كتير قوي بتسالني على هذا الموضوع، كنت بجاوب عليه ايام اوكرانيا، ولكن انا بجدد هذا الكلام عشان انت تبقى عارف. حبيبي القلب، لو ما معكش جنسيه اي بلد في العالم، لو خرجت بره البلد دي والباسبور بتاعك انتهى، يحق لك ان انت تجدده ما دمت معاك الجنسيه. فهمت يا حبيبي؟ طيب معايا اقامه دائمه، الاقامه الدائمه لو انتهت يا حبيبي وانت بره البلد دي، سواء البلد دي كانت اوكرانيا او روسيا او اوروبا او اي بلد في العالم، لازم تروح السفاره تاخد تاشيره عشان تجدد الاقامه بتاعتك. والسفاره بتنظر في الطلب بتاعك، يدوا لك تاشيره ولا يقولوا لك لا شكرا كده حبيبي القلب استكفينا. فهمت يا ابن الحلال؟ شرحوا الاقامه المؤقته، يعني الاقامات يا جماعه مجرد ما بتنتهي، اي واحد يقول لك اروح بيها منتهيه واخش بيها حتى لو كانت دائمه، قول له انت بتهزر بتتكلم على مزاجك، لان مفيش الكلام ده. لازم الاول تمر على السفاره بتاعه البلد اللي انت اقامتك انتهت وعاوز تجددها. فهمت يا حبيبي؟ وتيجي بقى لما تيجي البلد اللي انت واخد اقامتها، لما تخش عادي هيجددوا لك الاقامه بتاعتك، محدش هيقول لك لا مش هنجدد لك اقامتك. طيب افرض انت خرجت ومعاك اقامه مؤقته خلاص او اقامه دائمه، ماشي، الاثنين اصلهم منظور واحد والاثنين ساريين، يعني الاقامه بتاعتك المؤقته او الاخ الثاني اللي معاه الاقامه الدائمه اقامته سارية وهو بره البلد وحب يرجع، بترجع لو في اخر يوم في الاقامه. فهمت يا حبيبي؟ يعني الموضوع ما فيهوش مشاكل ولا قلق ولا وجع دماغ. الناس اصلها بتكبر المواضيع، يقول لك لا عادي اصل انا ابن عمي دخل مش عارف في الحدود ما اعرفش ايه واقامته منتهيه. يا باشا فيش الكلام ده يا باشا، حتى من قبل الحروب وقبل اي قصص القانون ده موجود. انا بقول لك قوانين، ما بقولكش هبد ورغي وكلام كتير، لا انا بقول لك الصح. واي حد يقول لك غير كده خلاص بقى سيبه يهوي، لكن الصح اللي انا بقوله لك. فانت يا حبيبي لو اقامتك الدائمه هتنتهي وانت بره البلد اللي انت معاك اقامه فيها،
الحق بقى حبيبي احجز وتعالى جدد اقامتك، لان الاقامه الدائمه بتاخد 10 سنين لكن الاقامه المؤقته بتتجدد كل سنه، فالحق نفسك قبل ما السنه بتاعتك تنتهي. طب بالنسبه للناس اللي اقامتهم انتهت داخل هذا البلد اللي هو المانيا، لما يحبوا يرجعوا على اوكرانيا يرجعوا بالاقامه بتاعتهم المنتهيه؟ لا، لازم يروحوا السفاره الاول، السفاره بقى تقول لهم ماشي هديكم تاشيره ويرجعوا على اوكرانيا فيجددوا الاقامه زيها زي اي بلد في العالم. فهم؟ دي قوانين حبيبي وبروتوكولات موجوده في كل العالم وفي كل السفارات، مش تجويد من عندي. فهمت؟ يعني انا قاعد في مكان يا جماعه انا مش عاوز اقول لكم المكان اللي انا قاعد فيه، ورايح الشنط ومحطه المترو على فكره قريبه مني قوي هناك، هي شايفينها مش عارف هي بعيده يعني في اخر الشارع ده، انا في تقريبا في اللي هو منطقه شارع العرب او الافتس بلازا في هذه المنطقه، وكنت بشتري حاجات طبعا من محلات الحلال عشان انا دايما بشتري، بس النهارده اشتريت بطيخ واشتريت قرنبيط واشتريت كبده ولحمه، اشتريت حاجات كتيره قوي وفول، صحيح ده مهم اساس عندي في البيت لازم يكون الفول ده موجود، وحتى اصحابي اللي موجودين هنا في المانيا عارفين هذا الكلام ان بيت الصعيدي ما يخلاش من الفول. يا جماعه انا بحب الاكل ده، عشقي الحاجات دي بحبها. عارف ليه بحبها؟ لاني كلت الحمد لله في بيت اهلي كتير، كلت في غربتي كتير قوي، فالحاجات دي انا ما بلاقيهاش كتير. يمكن في المدينه اللي انا موجود فيها حاليا دلوقتي هي موجوده وبكثره، قريبه جدا السنتر جنبي، خمس دقائق انزل اجيب اللي انا عاوزه، ولكن انا بحب الحاجات دي في البيت. احيانا ابقى قاعد عاملين اكل مثلا طبيخ وما اعرفش ايه والعك بتاع انت فاهم يعني، ماليش نفس، انا عاوز فول يتعمل بالقوطه بالبصل حط عليه تومه وجنبه برنجان مخلل، عندي جايب بتنجان في النهارده الصبح وجايب كوسه والقرنبيط، يعني بص الحاجات دي انا اللي بحبها، تتحمر بالزيت كده وتاكلها يا عيني، وتحط عليها شويه كمون وهي سخنه خلاص انسى الدنيا. خليني بقى اوريكم بس البتاع دي قبل ما نقفل الفيديو عشان موضوعنا ما يطولش معاكم، صباحكم جميل، ولو قاعد لحد دلوقتي وما عملتش اشتراك والله العظيم عيب عليك، والله كده زعل، ولو ما عملتش لايك للفيديو يا جدع ما يصحش، عيب والله. طب قول تعليق عشان اعرف ان في حد بيتفاعل معايا. يلا اوريكم المنظر اللي انا قاعد فيه. ايه رايكم يا شباب؟ والله قاعده ملوكي ملوكي. بص شايف الحته اللي عند صباعي كده يمين كده محلات كتيره قوي للعرب، باجي هنا المنطقه دي بينها وبيني تقريبا محطه واحده يعني بركب المترو هي محطه واحده بس، فهمت؟ وباجي اتمشى واشوف الدنيا واقعد اتشمس واقضي يوم ظريف، وفي العاب هي الاطفال بيلعبوا اهم، ربنا يسعدهم ويسعد اهاليهم امين يا رب. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لهم يا جماعه الله يستركم وربنا يكرمكم، واديك بتقضي ايامك الجميله وانت في نعم من الله. حمدت ربنا؟ لا نسيت، قول الحمد لله، قول الحمد لله حتى لو ما معكش فلوس، اسمع الكلام بس انت في وسط اهلك ربنا هيرزقك ان شاء الله، طول ما انت بتحمد ربنا دايما وبتشكر فضله ودايما راضي باسمتك ونصيبك، ما بتسعاش ان انت هتاخد حاجه مش بتاعتك، حاجه مش ليك، حاجه ربنا ما قسمها لكش، فاهم يا حبيبي القلب؟ انا بقول لك والله العظيم عشان اخلص ضمير من ربنا، عشان انت كمان تستقر نفسيا وربنا يكرمك ويرزقك وتعيش حياتك راضيه، وتلاقي نفسك بتنام اخر الليل على المخده وانت كلك رضا وراحه نفسيه وراحه بال وطمانينه، دي اهم حاجه، ده الرضا، هو ده الرضا والله. لما دايما بتشكر ربنا دايما بيحط السكينه جوه قلبك، بيحط دايما الطمانينه جوه قلبك، فهمت يا حبيبي؟ هو ده نوع من انواع ايه رضا ربنا عليك. نقلب بقى الكاميرا زي ما انتم، ايه رايكم بقى؟ ارضى بنصيبك واسمتك عشان ربنا يكرمك، فهمت يا حبيبي القلب؟ يلا اتمنى لكم يوم جميل، صباحكم حلو، صباحكم عسل، صباحكم خير، صباحكم رزق، اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، السلام عليكم، باي باي، سلام.